Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salaamu alaikum. Today we will explain the histology of cardiac muscle and the blood vessel. موضوع مهم جدا جدا وهنبدأ كالعادة بالليرنينج اوبجيكتيفز. By the end of this lecture, اللي مطلوب مننا النهاردة number one to recognize the light and electron microscopic picture of the cardiac muscle. دي أول حاجة هنتكلم على cardiac muscle بالتفصيل. هنتكلم على wall of the heart وهنعرف إن wall of the heart three layers. هنتكلم على ال cardiac muscle وبركنجي fibers وهنعرف الفرق ما بينهم. Number four to compare between medium sized artery and vein. Number five, to describe the structure of the aorta and inferior vena cava. وحنختم بالtypes of capillaries, التلات أنواع. نبتدي كده بالcontent. عندي أول حاجة light and electron microscopic picture of the cardiac muscle. دي أول حاجة هنتكلم عنها. By light microscope, the cardiac muscle are short cylindrical cells with extensive branching and anastomosing. تعرفين ان الكارديك مسل branching and anastomosing بالضبط عاملة زي السبت كده, زي السبت الفايبرز branch and anastomose with each other. The cardiac muscle are joined to each other by dark staining discs اللي هو intercalated discs وحنشوفه حالا. Diameter of cardiac muscle 25 micrometer واللينس بتاعها من 85 to 100 micrometer. تمام كده؟ طيب each cardiac muscle surrounded by connective tissue, والconnective tissue اللي surrounding cardiac muscle جايب لها blood supply والlymphatic supply. لو بصينا على الاسترياشنز في كارديك ماسلز, الكارديك ماسل بتبقى استرياتد طبعا, لكن الاسترياشنز بتاعتها اقل من السكريتال ماسل. تعالوا نبص كده على الكارديك ماسل اهيت في الرسمه قدامنا. هنلاقي انها برانشنج اند انستموزنج, اهي برانشنج اند انستموزنج ماسل. نيوكلياي بتاعتها لارج اوفال اند سنترال امبوزيشن, اهي large oval and central imposition. دايما بقارنها مع السكيليتال, دايما السكيليتال كانت بتبقى small وmultiple وperipheral imposition, لكن هنا زي ما انتم شايفين كده large oval central. sarcoplasm بتاع الكاردياك ماسل بيبقى ايه؟ زي ما احنا شايفين لو بصينا هنلاقي ان هو granular acidophilic لانه باللون الاحمر, contains glycogen granules, lipid droplets and lipochrome pigment. واللايبوكروم بيجمنت ديت بتزيد مع زيادة أو التقدم في العمر لأنها the aging pigment, the aging pigment. تمام؟ under the microscope تاني بأكد على البرانشنج and anastomosing, بأكد على وجود الانتركاليتد ديسك, أهو أدي واحد أدي التاني أهوت, أدي انتركاليتد ديسك أدي انتركاليتد ديسك. بتكلم على النيوكلياي إنها لارج أوفال وسنترال إن بوزيشن. هنروح للالكترون مايكروسكوبيك اكزامينيشن. هنلاحظ ان الكاردياك ماسل زي السكيليتال فيها ميتوكوندريا, جولجي اباريتس, جلايكوجين جرانيولز. هنلاقي الانتركاليتد ديسكس لما نشوفه او لما نلاحظ الانتركاليتد ديسك هنلاحظ ان هو فاوند بتوين ذا تو ادجيسنت ماسل سيلز, بيمسك التو ماسلز في بعض, عباره عن 3 تايبس اوف جانكشنز, ديسموسومز, adherent junction and gap junction. يبقى اذا ال intercalated disc عباره عن ثلاث حاجات, ديسموسوم, adherent junction and gap junction. وعلى فكره الانتركاليتد disc بيبقى running in step wise manner, يعني تلاقيه عامل كده كده بيبقى ماشي بالشكل ده كده, بيكونكت طبعا العضله في اللي جنبها, العضله في اللي جنبها. الكاردياك ماسل ريتش ان مايوفايبريلز وهي دي اللي بتدي الاسترياشنز, وطبعا المايوفايبريلز زي ما قلت قبل كده انها ليس ديستينكت ذان سكيليتال ماسل. This is the electron microscopic examination. ايه دوت شاطر فيكم يقول لي ايه الغامق ده؟ بالظبط كده, ده الانتر كاليتد ديسك عباره عن كام نوع جانكشنز؟ ثلاثه, ديسموسوم, جاب جانكشن, وي ادهيرنت جانكشن. Adherent junction, desmosome, and gap junction. مين يقول لي دي ايه؟
الكتير قوي قوي دي طبعا دي الميتوكوندريا، دي الميتوكوندريا. طب وده ايه؟ ده المايوفايبريلز، المايوفايبريلز، وطبعا لما بجمعهم بيبقوا المايوفايبرز اللي عباره عن اكتين ومايوسين. طيب نكمل كده باقي الالكترون مايكروسكوبيك اكزامينشن. هنلاحظ ان الكاردياك ماسل فايبرز هاز نو تريات، تمام كده، but only dyad. cardiac muscle fibers without triad، لكن فيها dyad، لكن فيها الايه؟ الدايد. الدايد is formed of حاجتين من اسمه، يعني التريات دي كانت في السكيليتال ماسل، كانت عباره عن تي تيوبيول واثنين تيرمينال سيستر. الدايد عباره عن 1 تي تيوبيول 1 تيرمينال سيستر، وطبعا الدايد موجود عند الزد لاين. عند ايه الزد لاين؟ النقطه دي بتيجي كتير قوي في الام سي كيو، دايات بتبقى موجوده عند الايه؟ الزد لاين. طيب تعالوا كده للي لسه مش قادر يستوعب، this is the skeletal muscle، وادي الترياد اهوت موجود عند الاي اي جانكشن. لكن بصوا الكاردياك ماسل بقى موضوعنا النهارده، اولا عباره عن دايات تي تيوبيول اند تيرمينال سيسترن، تي تيوبيول اند تيرمينال سيسترن، وموجوده عند الزد لاين، موجوده عند الايه؟ الزد لاين. طيب نروح للاستراكشر اوف ذا وول اوف ذا هارت. هنلاحظ ان الوول اوف ذا هارت فيه ثلاث حاجات. وول اوف ذا هارت از فورمد اوف 3 مين لايرز، ايبيكارديوم ذات كفر ذا هارت باي سمبل سكواماس ايبيثيليوم، تمام، ده من بره اللي بيغطي القلب. اندوكارديوم ذات لاين ذا انتيريور اوف ذا هارت باي سمبل سكواماس ايبيثيليوم، سمبل سكواماس، سمبل سكواماس. بعدين مايوكارديوم، وده عباره عن كونكتيف تيشو بتوين ذا كاردياك ماسل فايبرز. واسال سؤال هنا، هقول لك الكونكتيف تيشو، وات از ذا فانكشن اوف ذا كونكتيف تيشو اوف ذا مايوكارديوم. اعمل بوز وارجع للمحاضره وهتعرف في اول جزء وانا بتكلم على الكاردياك ماسل هقول لك كان بيشيل ايه. ايوه بالظبط كده، البلاد فيسلز، الاوتونوميك نيرفز، والايه؟ الليمفاتكس. ذا فالفز اوف ذا هارت، each valve is formed of dense fibroelastic connective tissue covered by endocardium. طب الاندوكارديوم عباره عن ايه؟ ايوه simple squamous epithelium، simple squamous epithelium. بصوا كده معايا، ادي الكاردياك ماسل، دي المايوكارديوم، واللي متغطي من بره ده ايه؟ الايبيكارديوم، وده المايوكارديوم اللي هو connective tissue surrounding skeletal الكاردياك ماسل، وادي الاندوكارديوم اهوت بالشكل ده simple squamous epithelium، وطبعا underlying connective tissue هتلاقي فيه blood vessels وهتلاقي فيه ايه؟ البركنجي فايبر زي ما هنجيب. What is the difference between cardiac muscle and Purkinje fibers؟ cardiac muscle دي contractile، انما البركنجي فايبرز دي conductive. يعني كاني بقول لك فرق ما بين الكوندكتيف اللي هي بركنجي اهي البهتانه العريضه الثخينه دي، والكارديك ماسل اللي هي الرفيعه الصغيره الكونتراكتيف. هتقول لي ان بيركنجي فايبرز ار كاركترايزد باي بينج، خلي بالك، لارجر ان دايامتر، اهي لارجر ان دايامتر، بيلر ذان ذا كونتراكتنج فايبرز، بهتانه لان فيها ايه؟ ها رقم اهي، زي كونتينز لارج اماونت اوف جلايكوجين، تمام. طيب وبعدين فيو مايوفايبرينز. عايزين تتكلموا على الكاردياك ماسل اللي هي هنا دي، هتلاقيها سمولر ان دايامتر، هتلاقيها داركر، هتلاقي فيها مور مايوفايبريل زان الجلايكوجين. طيب نروح للهيستولوجي اوف بلاد فيسلز. الجنرال ستراكشر اوف اني بلاد فيسلز انا حاطه قدامك اهوت، عباره عن 3 لايرز. تونيكا انتيما اهو، اول لاير اللي هي ريليتد، ليه بنسميها انتيما؟ لانها ان انتيميت ريليشن وذ ذا بلاد، ودي بتبقى عباره عن سمبل سكواماس ايبيثيليوم، سمبل سكواماس ايبيثيليوم with underlying subendothelial connective tissue اهو epithelium و underlying connective tissue. tonica media وده عباره عن circularly arranged smooth muscle اهي، circularly arranged smooth muscle. رقم ثلاثه tonica adventitia ودي عباره عن outer layer of connective tissue، outer layer of connective tissue، يبقى ثلاثه layer. هنا هنلاحظ عندي كل انواع blood vessels. انا طبعا اتكلمت على الوول اوف ذا هارت. انواع البلاد فيسل عندي ايه؟ يا اما عندي ارتريز اهي على ايدي اليمين، يا اما عندي فينز. الارتريز عندي الاستيك ارتري، عندي ماسكولار ارتري حجمه اصغر شويه، اكبر ارتري اللي هو الالاستيك ارتري. الماسكولار ارتري حجمه متوسط، الصغير اللي هو الارتريون اللي هو الايه؟ الارتريون.
طبعا من الارتريول بيطلع عندي الايه الكابيلاري، والكابيلاري بتاخدني على الايه الفينيول، ومن الفينيول بروح ايه على الميديم سايز فين وبنتهي باللارج فين. دول انواع البلاد فيسل. تعالوا كده ناخد مقارنه ما بين الميديم سايز ارتري والميديم سايز فين. الميديم سايز ارتري الوول بتاعه ثيك واليومن نارو والفالفز نو فالفز ان ذا وول اوف ذا ارتري. نيجي للايه للانتيما، التونيكا انتيما ثيك، it is formed of simple squamous epithelium, simple squamous epithelium and elastic fiber. Is formed of simple squamous epithelium and a elastic fiber. الانترنال الاستيك لامينا موجوده و will develop. ده بالنسبه للايه للانتي. طيب نروح للميديا اوف ذا artery، هنلاحظ انها thick، كل حاجه thick ما عدا طبعا الادفنتيشيا زي ما هنقول. الميديا بتاعت الارتري thick circularly arranged smooth muscle fibers وان بتوين الفايبرز في الاستيك فايبرز، يبقى ماسل فايبر والاستيك فايبر واكسترنال الاستيك لامينا موجوده. اخر حاجه الادفنتيشيا ودي الوحيده اللي بتبقى ثين او ثينر ذان ذا ميديا وطبعا فيها الاستيك ان كولاجينس. تعالوا نشوف الميديم سايزد فين وهنشوف الكلام ده على الرسم. الوول بتاعه ثين واليومن وايد والفالفز موجوده تو بريفنت الباك فلو اوف ذا بلاد. التونيكا انتيما اللي هي اللاير الاولانيه بتبقى ثين وبرده فورمد اوف سامبل سكوماس ايبيثيليوم طبعا والاندرلاينج فيو الاستيك فايت. انترنال الاستيك لامينا مش موجوده في الفين. طب التونيكا ميديا بتبقى ثين. لا كل حاجه ثين ما عدا الاخيره هتبقى ثيك. عكس الارتري، الارتري كل حاجه ثيك ما عدا الايه ها؟ ما عدا الاخيره بتبقى ثين. فهنا عندي الميديا ثين عباره عن سيركلر ارانجد سموث ماسل فايبرز فيو الاستيك فايبرز ومفيش اكسترنال الاستيك لامينا. اخيرا الادفنتيشيا هتبقى ثيكر ذان ذا ميديا وفيها كولاجينس فايبرز اونلي، يمكن الاستيك فايبرز قليل. ادي الارتري وادي الفين، واضح جدا ان اليومن هنا وايد وهنا اليومن نارو، هنا الوول ثيك هنا الوول ثين. هتلاحظ هنا ان الميديا هي الاكبر والادفنتيشيا ثينر ذان ذا ميديا، هنا الميديا اصغر من الادفنتيشيا، الادفنتيشيا اكبر من او ثيكر ذان ذا ميديا. ادي اندر ذا مايكروسكوب مايكروسكوبيك ابييرنس، ادي الارتري وادي الفين، واضح ان هنا ثيك وول هنا ثين وول، هنا نارو ليومن هنا وايد ليومن. نروح للاورتا والانفيو فينا كيفا، هتلاحظ حاجه لطيفه جدا برضه كاني بقارن ما بين الايه ما بين الانفيريور ما بين الميديم سايز ارتر الميديم سايز بين. هنلاحظ كده قبل ما نشوف الرسمه بتاعتهم، الاورتا ولا فورمد وول ثيك وول تمام، واليومن بتاعه وايد لانه طبعا ده لارجست ارتري. الثيكنس بتاع التونيكا انتيما 10% من التوتال ثيكنس اوف ذا اورتا وفي انترنال الاستيك لامينا. التونيكا ميديا الثيكنس بتاعه 70% طبعا ثيك فورم ذا مين ثيكنس اوف ذا وول اوف ذا اورتا 70% وعباره عن وكلنا ما ننساهاش دي بتيجي ام سي كيو ماني الاستيك لاميني وفيو سموث ماسل فايبرز اللي هي سيركلري ارانجد. عشان تقارنها مع الميديم سايز ارتري، ميديم سايز ارتري كان في عندي ماني سموث ماسل وماني الاستيك لامينا، هنا كتير قوي قوي الاستيك لامينا وفيو سموث ماسل تمام كده. طيب اهو ادي الاورطه اهو تمام، يبقى قلنا هنا 10% انترنال انتيما 70% ميديا و20% ايه ادفنتيشيا اهي 20% ادفنتيشيا اللي هي بتبقى ثين وطبعا فورمد اوف كولاجين اند الاستيك فايبرز وعندي فازا بازورم ونيرفاي بازورم. وطبعا الفانكشن بتاعه الفازا بازورم ايه؟ ايوه مين شاطر يقول؟ طبعا supply the oxygen and nutrient for the A supply oxygen and nutrition للمين؟ للwall of the hour. خلينا كده نبص على الايه؟ الانفيريور فينا كيفا. الانفيريور فينا كيفا الwall بتاعه collapsed thin very widely lumen زيه زي اي فين بس ده largest vein
اللي بيوصل الفين خلاص للرايت والليفت اتريا، بس ده كده بيوديه للرايت اتريا، ده الانفيريو فينا كيفا، ده الانفيريو فينا كيفا بياخده للايه، للرايت اتريا. التونيكا انتما عباره عن ايه؟ برضو 10% زي الاورطه، بس خلي بالك ان هنا مفيش انترنال الاستيك لامينا، ده فين، فمفيش انترنال الاستيك لامينا. طب التونيكا ميديا الثيكنس بتاعها قد ايه؟ 20% لانها ثين. طب فيها ايه؟ اقول لك فيها سموث ماسل سيركلري ارانج. طب الاستيك؟ لا مفيش الاستيك. طب في الاورطه كانت ايه؟ كانت كلها الاستيك لاميني مع شويه سموث ماسل. اهو شايف كده، ادي 10% تونيكا انتما، ادي 20% ميديا اللي هي التونيكا ميديا وعباره عن سيركلري ارانج سموث ماسل وفيو او نو الاستيك فايبرز. تعال نروح بقى للادفنتيشيا الكبيره اللي هي 70% اهي، ادي الادفنتيشيا بتاعت الانفيرو فينا كيفا، شايف قد ايه؟ 70% فيري ثيك وبيبقى فيها لونجيتيودنالي ارانجد سموث ماسل فايبرز وفيها كمان كولاجين فايبرز وفازا بازورا. ايه هو الفازا بازورا تاني؟ از ذا بلاد فيسل اوف ذا بلاد فيسل، يعني ده الدم او اوعيه دمويه بتغذي الوعاء الدموي بالاكسجين والنيوتريشن وموجود في اللارج فيسل زي الاورطه والانفيرو فينا كيفا. ماشي كده، نروح للكابيلاريز. الكابيلاريز هي عباره عن ايه؟ thin wall tubular blood channels، اصغر انابيب او قنوات بيعدي فيها الدم، و conduct blood from terminal arterioles to venules، من الترمينال arterioles للفينيولز. الدايمتر بتاعها من 8 ل 10 مايكرومتر، من 8 ل 10 مايكرومتر. تمام، ادي الكابيلاريز اهي، ادي الكابيلاريز، وطبعا بتنقل من الارتريولز للفينيولز. في عندي طبعا هنا حاجه اسمها ميتا ارتريولز اللي بيكمل على الثرو فار شانل اهي اللي في النص دي، وبيبتدي يطلع منها الكابيلاري شانلز الكتيره بقى، النتورك اوف كابيلاريز دي اللي بتطلع من الميتا ارتريولز والثرو فار شانلز، وطبعا بتنتهي في الفينيولز اللي بياخد بعضه ويروح للفين. خلوا بالكم من هنا وجود الفالف في الفين، شايفين الفالف اوف ذا فين. ممكن اسال سؤال لحبايبي الشاطرين، دكتور شاطر يقول لي الفالفز موجود فين في الكارديو فاسكولار سيستم؟ ايوه موجود في الهارت وموجود في الفينز، وموجود في الفينز طبعا موجود في الليمفاتيك فيسل للي عايز يزود من عنده. طيب هيستولوجيكالي الكابيلاريز عباره عن ايه؟ سنجل لاير اوف اندوثيليال سيلز، اهي سمبل سكوماس ابيثيليا، سنجل لاير اوف اندوثيليال سيلز رولد اب ان ذا فورم اوف تيوب، اهي رولد اب ان ذا فورم اوف تيوب ريستنج على بيزمنت ممبرين. واخدين بالكم من البيزمنت ممبرين اللي هو لونه بينك كده، اللي هو لونه بينك، بيل بينك، بيل بينك. تمام، طيب السيتوبلازم بتاعها، استنوا كده لما اتفرج على السيتوبلازم. سيتوبلازم كونتينز اول ذا يوجوال اورجانيلز، يعني هنلاقي نيوكليس، جولجي اباريتس، ميتوكوندريا، راف اندوبلازم كريتيكال عادي. طيب ايه كمان؟ هتلاحظ انه السيلز ار كونكتد توجذر باي سيل جانكشنز، اهي ادي السيل اهي، ادي سنجل لاير اوف اندوثيليال سيلز، السيتوبلازم بتاعها فيها اليوجوال اورجانيلز رولد، اتلفت كده عشان تعمل شانل اهو، عملت لي انبوبه. طب الطرفين دول لحموا مع بعض ازاي؟ اقول لك لحموا مع بعض بجانكشنز. طب تفتكر الجانكشنز اللي بتلحمهم مع بعض اسمها ايه؟ برافو عليك، تايد جانكشن، تايد جانكشن، جميل. طب اطلع لبره شويه هتلاقي خليه اسمها البيريسايد، ذا بيريسايد، ذا بيريسايد، ودي طبعا بتختلف في الفانكشن من مكان لمكان، هتلاقيها في الكيدني ليها اسم، هتلاقيها في الليمفاتيك سيستم ليها اسم. البيريسايد بصفة عامة اللي هي present between the basement membrane and the endothelial cells اللي هي باللون الأصفر دي، عبارة عن stem cell، ممكن تشتغل كstem cell للconnective tissue وللcapillary، يعني تقدر تدي connective tissue وتقدر تدي capillary. What are the types of capillaries؟ عندي non-fenestrated capillaries اللي هي continuous capillary، شوف مقفولة ازاي، شايف مقفولة ازاي،
تماما. يعني ايه؟ يعني continuous basement membrane، يعني no fenestry or pores in the wall of the endothelium. طب ال continuous capillary بلاقيها فين؟ في كل التيشوز. يعني ايه؟ muscular tissue، connective tissue، nervous tissue، في الثايموس، في اللانجز. ثلاثة تيشوز وتو اورجنز انا مديهم لك اهو، muscular tissue، connective tissue، nervous tissue، وفي الثايموس وفي اللانج. طب ناخد النوع الثاني، continuous لكن fenestrated، continuous لكن fenestrated. لاحظ كده معايا البيزمنت ممبرين اهو continuous، وال لكن الاندوثيريال سيلز فيه ايه؟ فتحات، يعني fenestrated اهو، fenestrated endothelial cells، لكن البيزمنت ممبرين بيبقى continuous، عشان كده بنقول عليها continuous fenestrated. موجوده فين؟ موجوده في الكدني، موجوده في الانتستين، موجوده في الاندوكراين جلانس، ودي بتعمل فانكشن الابزوربشن اند فلتريشن، ابزوربشن اند فلتريشن. اخر حاجه الساينوسويدال كابيلاري، او بنقول عليها ديسكونتينوس، ودي اخذناها، مين شاطر يقول لي؟ خدناها في البون مارو، وخدناها في السبلين، وخدناها في الليفر، او هناخدها لسه في الدايجستيف في الليفر، هفكرك بيها تاني. ودي بيبقى ديسكونتينوس بيزمنت ممبرين، وكمان الاندوثيليال سيلز في الريجولار اوبننج او انتر سيلولار جابس، انتر سيلولار جابس. تعال نشوف الكاركتر تاني. هنلاحظ ان الكونتينوس اللي هي نون فينستريتد دي الموست كومن، نو فينستري ان ذا اندوثيليال وول، وكونتينوس بيزمنت ممبرين، ماشي. طب بالنسبه للنوع اللي موجود في الكدني والسمول انتستين والاندوكراين جلانس، هنلاقي فيه فينستري في الاندوثيليال سيلز وكونتينوس بيزمنت ممبرين. طيب بالنسبه للي موجود في الـ في الـ في الليفر والبون مارو وفي السبلين، هتلاحظ ان احنا عندنا هنا مالتيبل لارج الريجولار اوبننج بنسميها انتر سيلولار جابس في الاندوثيليال سيلز وديسكونتينوس بيزمنت ميمبرين. ديسكونتينوس بيزمنت ميمبرين، ادي الثلاث انواع حاططهم لك جنب بعض عشان تتفرج على الفينستري، تتفرج على الكونتينوس، تتفرج على الساينوسويدال. ويمكن عايز بس اقول حاجه او اسال سؤال، طيب ازاي الكابيلاريز بتغذي التيشوز وهي كونتينوس؟ لما بيكون فينستريتد وساينوسويدال يقدر النيوتريشن يعدي، طب هنا في الكونتينوس بتغذي ازاي؟ حد يقدر يجاوب لي السؤال ده؟ برافو عليكم. من خلال حاجه اسمها بينوسايتوتيك فيزيكلز، بينوسايتوتيك فيزيكلز اللي هي الفيزيكلز اللي موجوده ديت، او بتعمل حاجه اسمها ترانسايتوزيس، يعني الاكل بيعدي ثرو ذا وول اوف ذا اندوثيليال سيلز من جوه لبره، ويروح يغذي البرين او يروح يغذي الثايموس او الماسكولار تيشو. دي الطريقه اللي بتشتغل بيها الكونتينوس كابيلاري. السمري كل واحد فيكم يقدر يكتب لي دلوقتي نوتس بالحاجات اللي طلع بيها. ما تنسوش ان احنا ابتدينا بالكاردياك ماسل، ما تنسوش الداياد اللي موجود ات ذا زد لاين، ما تنسوش الانتركاليتد ديسك، الكاردياك ماسل برانشنج اند انستموزنج، البلاد فيسل فورمد اوف 3 لايرز، تونيكا انتما، طبعا تونيكا جمعها تونيكي تونيكي، تونيكا انتما، تونيكا ميديا، تونيكا ادفنتيشيا، وفي كومباريزون ما بين الميديم سايز ارتري اند فين، عندي كمان كومباريزون ما بين الاورتا والانفيريو فينا كيفا. خلي بالكم من الاورتا الميديا بتاعته 70% وفورمد مينلي اوف الاستيك لاميني، الانفيريو فينا كيفا الادفنتيشيا هي ل 70% وفورمد مينلي اوف لونجيتيونالي ارانجد سموث ماسل. الكابيلاريز ثلاث انواع، كونتينوس كابيلاري، فينستريتد كابيلاري، ساينوسويدال كابيلاري. تمام، ده الاساينمنت نحاول نجاوبه وناخد شويه اسئله كده. ذا دواياد سيستم از لوكيتد ات نقط اوف ذا ثاركومير ان ذا كاردياك ماسل فايبرز. ها دواياد موجود فين يا شباب؟ ايوه زد لاين، ات ذا زد لاين. Careful examination of the capillary endothelial cells by microscopy reveals that they are connected. They are connected. بإيه؟ أيوه بسيل جونكشنز. بسيل إيه؟ بسيل جونكشن اللي هي أنه نوع. طب مين شاطر يقول لي؟ connected بطريقة جونكشن. إجابة إيه؟ The capillary with discontinuous basement membrane and large openings in the endothelial wall is located. اولا ده الجزء ده كده، ايوه اعرف ان انا بتكلم على انه نوع، ساينوسويدال كابيلاري، ساينوسويدال كابيلاري. ف
فده هلاقيه فين؟ ايوه في البون مارو دي، البون مارو دي. intercalated discs are formed of عباره عن ايه؟ ايوه cell junctions and desmosome. cell junction and desmosome. طبعا cell junction هنا هي الايه؟ هي الجاب junction والادهيرنت junction. The mitral valve in a 12-year-old child with normal heart structure and function is covered by أنه نوع من الإبيثيليوم. الفالف بيتغطى بأنه نوع من الإبيثيليوم. برافو عليك. E simple squamous epithelium. تمام كده؟ The cells located within the wall of the capillary and responsible for regeneration is called. طبعا احنا قلنا ان الكابيلاري surrounded by stem cell. stem cell اللي هي ايه؟ اللي هي اسمها ايه؟ ها ليها اسم بيري سايت. لا الاجابه دي. Thank you for all of you. I hope it was beneficial for all of you. اشوفكم على الف خير وسلام في محاضرات جايه كتير. سلام عليكم.